نشرت كبرى الصحف البريطانية صوراً اعتبرت فاضحة لوزير الصحة مات هانكوك مع مساعدته جينا التي وظفها العام الماضي بينما كان وباء كورونا يجتاح البلاد. ورغم الوضع الذي وصف بالخادش وأثار الرأي العام إزاء العلاقة التي تجمع الوزير القوي مع مساعدته، إلا أن الفضيحة لم تكن شخصية أن تتعلق بالخيانة لأنه متزوج، بل بعدم احترام قوانين التباعد الاجتماعي. هانكوك اتهم أيضا بسوء استخدام المال العام. Those of us who make these rules have got to stick by them, and that's why I've got to resign. I want to thank people for their incredible sacrifices and what they've done. Everybody working in the NHS, across social care, everyone involved in the vaccine program. للمزيد ينضم إلينا من لندن وتحديدا من أمام مبنى وزارة الصحة مراسل العربية أحمد العناني. أحمد، صباح الخير. اليوم هل نستطيع أن نقول هذا الوزير يا أحمد قاوم وكافح فيروس كورونا وأطاحت به قبلة؟ ما هي ردود الفعل في الشارع؟ بالفعل عادل، يعني في المبنى الذي يقع خلفي هنا كان المكتب الوزاري لوزير الصحة السابق مات هانكوك. طبعا مات هانكوك هو قاد الحرب ضد وباء كورونا، والبعض كاد أن يجزم أن مات هانكوك كان ممكن أن ينتصر في هذه الحرب. طبعا في فترة وباء كورونا كما تعلمون وزير الصحة في حكومات العالم أهم كثير جدا من وزير الخارجية. للأسف مات هانكوك لم يستطع أن يكمل حربه وانهزم في النهاية، وبسبب صورة حميمية، الصورة التي انتشرت على مدار الأيام القليلة الماضية. لو كانت هذه الفضيحة حصلت في الولايات المتحدة على سبيل المثال لكانت اعتبرت فضيحة أخلاقية وفضيحة خيانة زوجية، ولو كانت ارتكبت في بلد مثل ألمانيا أو فرنسا لتم اعتبارها فضيحة إساءة قواعد وأداب أماكن العمل، لكن هنا في بريطانيا تم اعتبارها فضيحة صحية وفضيحة خرق قانون كورونا، القانون الذي شارك مات هانكوك بنفسه في صياغته، وأنه أيضا كان يقوم بمحاسبة من يخرق هذا القانون. فعلى سبيل المثال العام الماضي أحد العلماء الاستشاريين للحكومة البريطانية خرق القانون، ومات هانكوك دعا بمحاسبته ودعا أن يقدم استقالته، ولهذا السبب استقال مات هانكوك من منصبه كوزير للصحة. إذن يعني كانت هذه الاستقالة إجبارية ولكن لم تكن بمحض إرادته، من نوع من الضغوطات. خليني أسألك عن جينا، من هي جينا؟ خاصة أنه اتهم بإهدار المال العام وتعيينها في 2020 وقت الجائحة. جينا كولادانجلو هي مساعدته الشخصية، لكن هي قبل أن تكون مساعدته الشخصية كانت زميلة دراسته في جامعة أكسفورد، تعرفا على بعض في بداية الألفينات تقريبا، وكانت تقوم ببعض الأنشطة الطلابية معه في الجامعة. في عام 2019 مات هانكوك قام بتعيينها كمديرة غير تنفيذية في وزارة الصحة، برغم أنها متزوجة من أحد رجال الأعمال وهي شخصيا ابنة رجل أعمال إيطالي شهير. طبعا هي عملت بلا أجر في الفترة الأولى من عملها، ثم تم تحديد راتب سنوي لها تقريبا 15,000 جنيه استرليني. حتى الآن جينا قامت بتقديم استقالتها من منصبها، ولكن هناك تحقيق داخلي في الحكومة البريطانية بسبب أيضا إساءة استخدام المال العام واستخدام مال أموال دافعي الضرائب من أجل دفع هذا المرتب لجينا كولادانجلو صديقة مات هانكوك. طيب اليوم أحمد، الشارع في بريطانيا، الصحف، كيف تناولت هذا الموضوع؟ يعني أميرة تحييها قبلة وهانكوك مات من قبلة، مات سياسيا. بالفعل الشارع البريطاني في الواقع لم يتطرق كثيرا لمسألة الفعل الله أخلاق، ما بيهموش يعني لمسألة الحياة الشخصية، عايش حياته الشخصية، هو يرى أنها مسألة شخصية متعلقة متعلقة بحياته الشخصية. هم يحاسبون وزير الصحة على قراراته، يحاسبون وزير الصحة على التزامه بالقوانين التي وضعها بنفسه وعلى أدائه كوزير الصحة. الكثير كان يرى أن مات هانكوك كان يجب أن يستقيل منذ شهور لأسباب أخرى غير المتعلقة بمسألة الفضيحة، ولكن ربما هذه الصورة كانت القشة التي قصمت ظهرا بعيرا.
شكرا يا أحمد على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من لندن من أمام مبنى وزارة الصحة، مراسل العربي أحمد العناني. شكله الأجواء حلوة عنده بعيدا عن السياسة.